أعلنت وزارة الشؤون الرياضية عن إطلاق الباقة المتنوعة من البرامج الصيفية المتكاملة لهذا العام، وهي برنامج صيف الرياضة، وبرنامج شجع فريقك، وبرنامج شبابي، وبرنامج معسكرات شباب الأندية لتفعيل دور الأندية فيما يتعلق بالأنشطة الثقافية والاجتماعية والرياضية المقدمة لمختلف شرائح الشباب واستثمار أوقاتهم من خلال المشاركة الإيجابية والفعالة. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد بديوان عام الوزارة، التي أكدت على أن هدف إطلاق هذه البرامج تربوي وأخلاقي من خلال ما تسجله المسابقات من احتواء لطاقات الشباب وتعزيز التنافس الشريف والعمل بروح الفريق الواحد، كما أنها وجهات رياضية في الصيف بجميع محافظات السلطنة.